أهلا بكم إلى نشرة صور اليوم وفي العناوين. إنجازات ميدانية للجيش الحر في دير الزور وحمص وحماة وغارات جوية تقتل العشرات في ريف حلب. الإبراهيمي يبحث التحضيرات لمؤتمر جنيف الثاني مع وزيري خارجية روسيا وإيران. الاندبندنت منظمة حظر الكيميائي تطرح مناقصة على شركات عالمية لتدمير كيميائي الأسد. مساء الخير. سيطر الجيش السوري الحر على حقل العمر النفطي الاستراتيجي في دير الزور وعلى قرية أصمد في ريف حمص وعلى قريتين في ريف حماة الشرقي. أما كتائب الأسد فشنت سلسلة غارات جوية على حلب وريفها مما أدى إلى مقتل أكثر من 40 مدنيا ورفع عدد القتلى اليوم إلى ما يزيد عن 60. سلسلة إنجازات ميدانية حققها الجيش السوري الحر في الساعات الأخيرة رغم القصف العنيف من قوات النظام على أكثر من جبهة. الحقل يعد محطة نفطية هامة في سوريا. في دير الزور سيطر الجيش الحر على حقل العمر النفطي شرق سوريا وصدر آلياته وعتاده بعد اشتباكات طاحنة مع القوات النظامية التي بخسارتها المعركة تكون قد فقدت السيطرة على حقول النفط شرق البلاد كله. كما يواصل الثوار قصف معاقل النظام في مطار دير الزور العسكري وقرية الجفرة المحاذية للمطار محققا العديد من الإصابات. على طريق حمص دمشق وتحديدا قرب مدينة النبك استهدف الجيش الحر رتلا للقوات الحكومية وأسقط طائرة تابعة لقوات النظام وأعلن قتل العشرات من عناصر القوات في غوطة دمشق الشرقية. كذلك يستمر القتال في أحياء عدة من العاصمة أبرزها القابون والعسالي وفي منطقة بورسعيد بحي القدم في ظل القصف العنيف الذي تتعرض له. المعارك الضارية امتدت إلى اللواء 80 ومحيطه شرق حلب وفي الأحياء الغربية للمدينة التي تتعرض لغارات جوية أعنفها استهدف مدينة الباب بريف حلب ما خلف عشرات القتلى والجرحى. كتائب الأسد ترد من جانبها بقصف المناطق المحررة بطائرات الميج والمدفعية وبإعدام المدنيين العزل بدم بارد. تنضم للجيش السوري وبتترك الجيش الحر ولا شوف؟ انضم للجيش. كذاب حقك نصف. أما في ريف حمص فحرر الجيش الحر قرية أصمت كما استهدف دبابات وعناصر قوات النظام في عز الدين فيما استقدم النظام تعزيزات عسكرية إلى حاجز القصر الجديد بتل عمري. الجيش الحر سيطر كذلك على قريتي العصافرة والبرغوثية بريف حماة الشرقي فردت كتائب الأسد بشن غارات جوية مكثفة وإلقاء البراميل المتفجرة. إلى ذلك تعرضت سيارة وزير المصالحة السوري علي حيدر لإطلاق نار على طريق مسياف القدموس في محافظة طرطوس ما أدى إلى مقتل سائقه. وبحسب قناة الإخبارية السورية فإن حيدر لم يكن متواجدا في السيارة أثناء وقوع الهجوم. طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المرجعيات المسيحية في العالم بتدارك نهج النظام في تدمير الإرث الحضاري والديني للشعب السوري. وبعد تحويل النظام لدير شيروبيم الأثري في صيدنايا مقرا عسكريا يستهدف المدنيين من خلاله، تخوف الائتلاف من استخدام النظام لأهالي صيدنايا دروعا بشرية بعد إقدامه على استخدام مقدساتهم الدينية نقاطا عسكرية له. في جنيف التقى الموفد الأممي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي مع وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف وبحث معه التحضيرات لمؤتمر جنيف الثاني الرامي لحل الأزمة السورية. وكان الإبراهيمي قد اجتمع إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي أكد أن المحادثات تركزت على الموضوع الإنساني موضحا أنه حتى الآن لم تحسم بعد لائحة الدول التي ستشارك في جنيف اثنين. صحيفة الاندبندنت البريطانية تحدثت عن مناقصة لتدمير كيميائي الأسد والحياة كشفت عن اتحاد كتائب إسلامية ضد النظام وتنظيم داعش. نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية تقريرا تحت عنوان أرباح من أسلحة الأسد ألقت فيه الضوء على دعوة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية شركات خاصة حول العالم للمشاركة في تدمير 800 طن من المواد السامة في عملية تبلغ كلفتها 29 مليون جنيه استرليني، وذلك بعد فشل المنظمة في إقناع بعض الدول بتولي هذه المهمة. وأوضحت الاندبندنت أن المنظمة أمهلت الشركات التجارية حتى 29 من الشهر
الجاري لتقديم عروضها، ما يعكس الضغوط التي تتعرض لها المنظمة في سعيها للوفاء بالموعد النهائي لإزالة ترسانة الأسد من سوريا بحلول نهاية الشهر المقبل. وتشير الصحيفة إلى أن المواد المدرجة في المناقصة لا تشمل المواد الأكثر خطورة كغاز الأعصاب أي السارين، مضيفة أن المنظمة تبحث مع واشنطن إمكانية نقل المواد الأكثر فتكا إلى ميناء سوري لتدميرها على متن سفينة في البحر المتوسط. كشفت مصادر مطلعة لصحيفة الحياة عن توحد كتائب إسلامية في سوريا ضد نظام الأسد وتنظيم داعش، وهي تضم جيش الإسلام ولواء التوحيد وسكور الشام في الجبهة الإسلامية، إضافة إلى كتائب أخرى بهدف إسقاط النظام وبسط الأمن والحراك المدني والمحافظة على الهوية الإسلامية في المجتمع وبناء الشخصية الإسلامية المتكاملة وإعادة بناء سوريا على أسس سليمة من العدل والاستقلال والتكافل وبما يتماشى مع مبادئ الإسلام. وأضافت المصادر أن الجبهة الإسلامية ستواجه مقاتلي داعش في شمال سوريا وشمالها الشرقي، مشيرة إلى أن اتصالات جرت مع زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني الذي أراد الانضمام إلى التكتل الجديد، غير أن التشكيلة النهائية لم تضم النصرة إلى الكتائب الإسلامية باعتبار أنها مصنفة على لائحتي الأمم المتحدة والولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية. سوريا اليوم مستمرة وفيها بعض الفاصل. مركز رياضي للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن. أهلا بكم. في مصر بدأ نحو 50 لاجئا سوريا وفلسطينيا إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم في مصر بعد توقيفهم لدى محاولتهم الانتقال بطريقة غير شرعية إلى أوروبا. وقالت مسؤولة في المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة أن المضربين عن الطعام معتقلون حاليا في الإسكندرية وهم يريدون توجيه رسالة بضرورة تحسين ظروف اعتقالهم. من جهته قال الممثل الإقليمي للمفوضية في مصر محمد الديري أن السوريين والفلسطينيين المعتقلين مرغمون على دفع ثمن بطاقة السفر للعودة إلى سوريا أو أي بلد مجاور أو البقاء في السجن لمدة غير محددة. يتوزع اللاجئون السوريون على نحو 250 مخيما في البقاع اللبناني وسط معاناة إنسانية يتوقع أن تزداد سوءا على أبواب فصل الشتاء. في سهل شاسع كالبقاع يلجأ مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى أراض زراعية وجردية تصل فيها الحرارة ليلا في الشتاء إلى ما دون الصفر، ويصبح عدد المخيمات غير الرسمية كهذه نحو 250. المأوى الذي قد تسكنه أكثر من أربعة عائلات هو عبارة عن خيمة صغيرة من النايلون أو شوادر نصبت على إطارات خشبية، فيما بعضها يقتصر سقفه على أكياس بلاستيكية. ومع تدفق أعداد جديدة من السوريين الهاربين من جحيم حرب النظام على قراهم في القلمون، تسعى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى سد الحد الأدنى من احتياجات هؤلاء كتأمين البطانيات والملبس والغذاء، لكن ذلك أيضا ليس بالأمر اليسير، خصوصا مع تراجع دور الدولة في مجال الإغاثة بعدما تخطى العدد الإجمالي للاجئين 8000. الدولة اللبنانية بحاجة أكيد لمساعدة أكثر، ونحن طلب التمويل ما تغطى بكامله، ومثل ما عم تشوفوا الأعداد عم تزيد والحاجات عم تكبر. قد يكون الوضع الأمني متوفرا هنا، لكن البيئة الصحية بالإضافة للأمن الغذائي أقل ما يقال عنهما أنهما منعدمان في ظل الإهمال المتعمد والتراخي الدولي عن معالجة مسببات الأزمة الإنسانية. فتح مركز رياضي أبوابه أمام اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري في الأردن، علّه يكون متنفسا جديدا ينسيهم مشاهد الحرب والدمار وإن لفترة وجيزة. شعور جديد لحياة شبه طبيعية يعيشه اللاجئون السوريون في الأردن، لا سيما مع افتتاح عدة مراكز للعناية بالشباب والأطفال، كان أحدها مركز للياقة البدنية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين. الهدف عندنا أهداف بدنية، هي تربية القوة البدنية وتطوير القدرات العضلية للاعبين. عندنا أهداف نفسية هي الأهم بالنسبة والأسمى لي كمدرب، أنه بما أنه الشاب جاي من حالة حرب وحالة عنف أن يقدم له المساعدة هنا، طلعه من جو العنف اللي كان عايشه وأجعله عنصر فعال أو شاب فعال بالمجتمع المحيط فيه.
أكثر من 120 ألف سوري يقبعون في هذا المخيم المترامي الأطراف ضمن ظروف صعبة وفي ظل سيطرة الأحداث في بلدهم على عقولهم. ربما تكون الرياضة عاملة للتخفيف من همومهم المتراكمة وخلق جو صحي لهم. تعرفت على مرة المدرب تبعي محمد إكراد ونصحني وجيت على الصالة وصرت أتدرب هون، وتعرف شباب وجو ورياضة والحمد لله. يعني احنا كنا من سوريا حابين شغلة اللعب هاي وكمال الأجسام، بس ما كان يصح له الواحد. مركز النشاط المتعدد الذي أسسته منظمة إنقاذ الطفولة يوفر مساحة للشباب للانخراط في مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك تدريبات اللياقة البدنية والتصوير الفوتوغرافي والفن. ولم تكن الفتيات بمنأى عن هذه المراكز، إذ أسست المنظمة مراكز خاصة بهن. في آخر خبر ورد قبل قليل، نقلت وكالة الأسوشيتد بريس عن مصدر في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن الائتلاف قرر إرسال وفد صغير إلى جنيف للقاء الدبلوماسيين الأمريكيين والروس والإبراهيمي، ويشارك في المشاورات التحضيرية لمؤتمر جنيف 2 الدولي. الآن تذكير بعناوين النشرة: إنجازات ميدانية للجيش الحر في دير الزور وحمص وحماة، وغارات جوية تقتل العشرات في ريف حلب. الإبراهيمي يبحث التحضيرات لمؤتمر جنيف 2 مع وزيري خارجية روسيا وإيران. الاندبندنت منظمة حظر الكيميائي تطرح مناقصة على شركات عالمية لتدمير كيميائي الأسد. إلى هنا تنتهي هذه النشرة، شكرا لإصائكم، إلى اللقاء.